الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن، ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان. هذا وبعد فهذه بقت أطروحة هذا وبعد فهذه أطروحة شعرية تحكي عقود جماني، أعددتها لمن ابتغى آي الهدى ونظمتها للطالب الولهاني. أرجو إلهي أن يمن فتكتمل هذه القصيدة في أتم بياني. يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني، إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان. تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو بها من آفة النسيان. أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان. ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفئ جذوة الأذهان. وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني، الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان. لا تنقطع عن درس شيخك مرة لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروغان. اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي غلة الظمآن. عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بالواني، مجموعها هي عشرة مع خمسة في كل يوم باسم ريان. مجموعها في ستة يا صاحبي مجموعها في ستة يا صاحبي تسعون سطرا وضحت ببياني. عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بالواني، مجموعها هي عشرة مع خمسة في كل يوم باسم ريان. مجموعها في ستة يا صاحبي تسعون سطرا وضحت ببياني، في سابع الأيام راجع ما مضى لتثبت المحفوظ في رسخان. إن شئت فاحفظ خمس آيات فقط في كل يوم طيب الأركان. إن شئت فاحفظ خمس آيات فقط في كل يوم طيب الأركان. مجموعها خمسون مع مئة إذن في كل شهر يا أولي الحسبان. راجع وكرر ما حفظت بلا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني. راجع مع الأصحاب في وقت اللقاء والنصح للأخوات والإخوان. وقراءة في هاتف لو آية خير من البطلان والهذيان. واقرأ بوردك في قيامك في الدجاء فالليل فيه لطائف المنان. واقرأ بوردك في قيامك في الدجى فالليل فيه لطائف المنان. في سائر الصلوات أيضا فاقرأ في سائر الصلوات أيضا فاقرأ واشكر لربك واسع السلطان. وانظر إلى الآيات إذ إن النظر عون لنقش الذكر في الأذهان.
واحفظ فؤادك ما استطعت من الهوى حتى يضاء القلب بالقرآن. وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتبيان. إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر الولهان. وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتبيان. إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر اليقظان. وإذا نسيت الحفظ أو كثر الخطأ لا تيأسن فذا من الشيطان. وإذا ختمت فراجعا في سبعة متأسيا بنبيك الإنسان. لا تنتظر أبدا ثناء من أحد، لا تنتظر أبدا ثناء من أحد، لا تنتظر أبدا ثناء من أحد. وابرأ من الشرك الخفي وشره، واطهر من الأحقاد والأضغان. وابرأ من الشرك الخفي وشره، واطهر من الأحقاد والأضغان. لا تنتظر أبدا ثناء من أحد أو مأربا، إذ كل شيء فاني. سر خاشعا والبث ثيابا طيبا متطيبا بالطيب والريحان. وخذ السواك مع القرنفل في فمك متنظفا لحلاوة القرآن. ودع القبائح والرذائل والمراء، لا تبدو في الأفعال كالصبيان. ودع القراءة في مكان سيء كمكان أهل الفسق والعصيان. ودع التسول بالقرآن وعش به رجلا كريم الطبع غير جبان. واستغن بالقرآن عن دنيا البشر، ثم استعن بالخالق الرحمن. نزل القرآن لتعملوا قومي به، لم يأت للزينات والأحزان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، فاقرأ وارتقي رتل، فأنت المؤمن الرباني. ولأنت خير الناس قال المصطفى بحديثه المروي عن عثمان. يا رب عفوا إن أسأت فإنني عبد ضعيف يا إلهي فاني. ولئن أصبت فمنك وحدك خالقي، أنت الكريم وواسع الغفران. نظم الكلام محمد بن أبي الحسن، أكرمه يا ذا الفضل والإحسان. ورفاقه في مجلس اقرأ وارتقي، اغفر لهم بشفاعة القرآن. وكذاك كل مرتل ومشاهد، أغدق عليهم نعمة الرضوان. وكذاك كل مرتل ومعلم، أغدق عليهم نعمة الرضوان. ثم الصلاة على النبي محمد، ما مر وقت في الورى وثواني.